لطالما كانت سوريا من البلدان الأكثر اهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، ولطالما لعب مربوها دور بتطور الجواد العربي وتحسين سلالته. هايل السالم أحد مربين الخيول العربية الأصيلة بشمال سوريا. هاي الهواية اللي ورثها أباً عن جد، هواية ومحبة ما نقدر نستغني عنها من أطفال لهاليوم، هذا متعودين عليها كأنها شخص من أشخاص العائلة، فرد من أفراد العائلة. وطبعاً إحنا من دور جدي، هو ورثها لأبوي، وأبويا الحمد لله رب العالمين إحنا أخذنا هاي الهواية منه، وكلياتنا حتى الآن بهالهواية هاي. أول فرس اشتريتها هي نور العيون، لأنه حالياً هي أقلى شيء على قلبي. طبعاً أخير كليات غاليات، بس يجيك تمييز، يعني إذا تيجي بالعامية كل المحبوبات على قلبنا، بس إذا تيجي على التمييز بدك تميز، يعني هاي يعني هاي مودة لك، يعني على طول تجي تلاشيك تغرب عليك، هادية معك، تصرفاتها حلوة معك. وفي فرس لا، في إذا شوية شراسة. وطبعاً تربية الخيول ما كانت حكر على عائلة السالم، تربيتها كانت منتشرة بشكل كبير بالكثير من المناطق السورية. بالماضي كانوا يعطوا خيل، يعني مثل شيابنا الكبار، في كم شخص نقدر نذكر لك أسمائهم، يعطوا مثلاً يعطيك فرس يقول لك أخذ منها مهرة ورجع لي إياها. توسعت هالشغلة، توسعت، أو أخذ أنا وياك شراكة فيها، إلك نص أنا أعطيك نص. أول بأول توسعت، وهالمنطقة صارت يعني القرية إذا ما تلاقيها كل القرية فيها عدا خيل، تلاقي 75% عدم خيل، وال25% محبين للخيل. الشغف وحب الخيل كان يعني لكل الشرائح الموجودة بالمنطقة، سواء لكل العشائر اللي موجودة بسوريا بشكل عام، وخاصة بالجزيرة، لأنه أكثرية الخيل اللي موجودة بقية المحافظات، يعني ما نقدر نقول أنه 75% أنه من الجزيرة، أنقول 60% كلياتها من الجزيرة. وبيحكي هايل عن تطور استخدامات الخيول العربية عبر الزمن، بدءاً من الغزو وصولاً للسباقات المحلية والعالمية. هاي الخيل هي كانت أولي كانوا يستخدمونها للغزو، للحروب. أكثر شيء هي الخيول العربية الأصيلة يستخدمونها للسباقات، وهي الخيل يتعاملون معها على مدار يعني الساعة، معاملة، أكل، شرب، ترباية، ولادة، ويعني أول بأول تزداد عند المربي. المربي معاني على طول، معاني مع الخيل، يعني تصور أنه إذا الفرس تمرض لازم يظل عندها 24 ساعة، ما يقدر يعيفها لو ساعة واحدة، ساعته أنه يقدر يقول أنا أروح مشوار ويلا ما يجيها شيء أو ما يسيبها شيء، ما يقدر. معاناة، ورغم هالشيء هاي هالمعاناة كلها تجي من محبتهم للخيل. ولهاي التاريخ حافل بالإنجازات بهالسباقات بنسخة السورية. أنا أذكر وقت إن شاركنا بالسباق القدرة والتحمل، يجينا مركز أول، مسافة 90 كيلومتر طبعاً على مراحل، وبعدها باللاذقية إحنا كسبنا مركز ثالث. بال2015 أنا حصلت مركز ثاني بنور العيون، اللي هي الفرس أغلى شيء فرس علي، وطبعاً ظلت مستمرة 4 سنوات. ال4 سنوات هي تكسب، بين أول وثاني وثالث تقريباً عندها 36 كأس، وشاركت بجرناس عبد الكريم أكثر من مشاركة والحمد لله رب العالمين. خلال 17 يوم كسب 3 مرات، أخذ بال2019 بطل أبطال الموسم في دير الزور، وشاركت بأخيل الشرق طبعاً مرسن سقلاوي جدراني، وجرناس عبد الكريم سقلاوي جدراني، نور العيون دعجانية كاشر، وكسبت بأسمر هايل. وكان الفوز بالبطولة أمر كتير مهم لمربي الخيول، لأنه بيرفع من مستواها ومن قيمتها. كانت الجوائز يعني رمزية، يعني اللي يروح على السباقات ما يدور الجوائز، يدور الكأس، لأنه الكأس هو اللي يفرحك ونومسك، وهو اللي يرفع مستوى
الحصان اللي مشارك ويرفع أهليات الحصان، يعني مثل أمه أبوه خواته يرفع من مستواهن، هو يشارك وهن يرتفع مستواهن. ومع الوقت تم تصدير لكثير من الخيول العربية من سوريا لمختلف الدول ولا سيما الدول الخليجية. في كثير خيل طلعت براس سوريا على الإمارات على قطر على كثير دول من خارج سوريا، لأنه هاي الخيول الجزيرة الخيول العربية الأصيلة هذه تتميز بالمتانة وبالعصالة. جانا يعني مرة من المرات الشيخ راشد بن مكتوم على أحد السباقات السورية الشام، طبعا يجوا بس يحضروا ويشوفوا وينقوا شي 10-15 راس، كان اللي يطلع يعني 10 روس يطلعوا أوائل بالقدرة والتحمل، يعني ينطيك مبلغ يعني عدل سعره بهاليوم هذا 10 طاقات. بس الناس كانت من محبتها للخيل ما تبيع، هذيك الأيام ما تبيع الخيل. يعني في عندنا شخص موجود حاليا بالمنطقة بزماناته عنده حصان، نذكر لك اسمه شويمان الخالدي، هذا الحصان كان مشهور، هذا الحصان يعني قدموا له سيارة ومبلغ مالي مو قليل، يعني ما رضى يبيع. ليش؟ من محبته، يعني رغم انه حصان يعني لا يولد ولا يسوي شيء، بس انه عبارة انه حصان كسب وحصان شارك، حصان انتج على مستوى سوري، انتج يعني قدموا المبلغ بهذيك الايام 1,200,000 سوري وسيارة، ما رضى يبيع. وبيبقى خسارة الجواد أكثر ذكرى مؤلمة بالنسبة لصاحبه. أكثر موقف هو أتذكره لأنه موقف صعب، هو نفوق حصاني أسمر هايل، لأنه الخيل من محبتنا إلها فراقها صعب، فراقها صعب حقيقة، ويعني نتأثر عليها، مو بس أنا شخص اللي حالي أتأثر، كثير من الناس الغريبة علي هي راح تتأثر معي وتتأثر على حصان، والعائلة بأكملها هي تتأثر معنا.